السلام عليكم أبنائي طلبة الطالبات الصف الأول الثانوي في مادة الكيمياء. معكم سليمان الحكيم، معلم خبير كيمياء مدرسة. بنتكلم النهاردة على أول الوحدة الأولى، وبنتكلم على الفصل الأول الكيمياء والقياس. أول شيء بيقابلنا فيها العلم، بيسألني يعني إيه علم؟ فيقول لك العلم يعني علم، لكن مش فاهم إيه معناه. طب إيه العلم بالنسبة لمنهج الكيمياء عندنا؟ قال لك تخيل العلم انه بناء منظم من المعرفه، بناء منظم من المعرفه. هذا البناء المنظم ده حوائطه او مبانيه عباره عن حقائق، مفاهيم، نظريات، طريقه منظمه في البحث والتقصي. الحقيقه والنظريه ايه الفرق بين الاثنين؟ الحقيقه زي ما بقول لك الشمس تشرق من الشرق. النظريه زي نظريه تكوين الكون او المجموعه الشمسيه، افتراضات بنفترض بتبع لشروط معينه، اقدر ان انا اقول بعد كده فرض معين او نظريه معينه تقدر توصف هذا الموضوع. عندنا العلوم خمس، العلوم الطبيعيه خمس انواع: علم الكيمياء، علم الفيزياء، وعلم البيولوجي، وعلم الارض، وعلم الفلك. العلوم الطبيعيه ديت بندرس منها النهارده اول حاجه علم الكيمياء. علم الكيمياء علم يهتم بدراسه تركيب الماده. ايه المقصود بتركيب الماده؟ يعني الماده بتتكون من جزيئات وذرات وايونات الى اخره، خواصها بعض المعادن لا توصل الكهرباء، توصل الحراره، لا بريق ولا معامل معدني، بعضها ليس له هذا الكلام. ايضا التغيرات التي تطرا على الماده، ايه معناها؟ معناها ان انا الماده بتاعتي لو انا حرقت ورقه بيحصل الورقه تغيرات، يطلع منها طاقه ضوئيه وطاقه حراريه، وفي الاخر يبقى في رماد وفي ثاني اكسيد كربون. هذا التغير اللي طرا على الماده مين اللي بيوصفه؟ بتوع الكيمياء. فالتغيرات تطرا على الماده ده بيوصفها علم الكيمياء. كذلك تفاعل المواد مع بعضها، لو انا جبت قطعه صوديوم وقطعه حديد وضعت كلاهما في كاس به ماء، الاحظ ان الصوديوم مجرد ما يلمس الماء بيحصل اشتعال وانفجار، بينما الحديد يستقر في القاع الكاس ثم في الاخر خالص بعد فتره طويله يصدأ. اذا تفاعل المواد مع بعضها مختلف. كذلك الظروف الملائمة لذلك، شروط التفاعل عاملة ازاي؟ لقينا ان علم الكيمياء مشترك مع علوم الفيزياء والاحياء والفيزياء وبعض العلوم الاخرى، فقلنا ان الكيمياء يعتبر علم مركز العلوم الطبيعية الاخرى زي الفيزياء وزي الاحياء. طب ليه السؤال دوت؟ اقول له عشان خاطر هذا العلم لو فهمناه يعد امر اساسي لفهم باقي العلوم الاخرى. ننتقل بعد ذلك لعلم اخر اللي هو علم بيولوجي. علم بيولوجي هو علم خاص بدراسه الكائن الحي، يعني بيدرس جسم الانسان بيتكون من اجهزه، والاجهزه بتتكون من اعضاء، والاعضاء بتتكون من انسجه الى اخره. لقينا في علاقه بين الكيمياء والاحياء، فعملنا فرع اسمه الكيمياء الحيويه، وده بيختص بدراسه التركيب الكيميائي لاجزاء الخليه. خدت انت في ثالثه اعدادي ان في الكائن الحي او كروموسوم بيتكون من دي ان ايه وبروتين، والدي ان ايه عباره عن حمض نووي وفوسفات وقاعده نيتروجينيه. مين اللي عرفته على الاحياء هذا الكلام؟ الكيمياء. فعشان كده عملنا فرع اسمه الكيمياء الحيويه، بيعرفني تركيب كل جزء من اجزاء الخليه في مختلف الكائنات الحيه. ثم عندنا علم الفيزياء، وده العلم بيتعلق بالماده والحركه. طبعا خدت في ثالثه اعدادي ان الحركه بتاعت السرعه النسبيه والسرعه اللحظيه والعجله، كل ده علم الفيزياء بيدرسها، الطاقه، طاقه الوضع والحركه الى اخره. كمان علم الفيزياء بيحاول يفهم الظواهر الطبيعيه. طبعا كلنا عاصرنا الفتره اللي فاتت كان في اعصار على امريكا، واعصار مدمر جدا. العلماء تنبأوا بحدوثه، قدروا يخلوا السكان من هذا المكان وحموا ارواح كثيرين جدا، درجه تقريبا 7 افراد بس اللي ماتوا. طب هم عرفوا منين؟ عشان علم الفيزياء بيعرفهم الظاهره الطبيعيه دي بتحصل ازاي، القوى المؤثره على كيفيه التحكم فيها ازاي. كمان علم الكيمياء يهتم بالقياس وابتكار طرق جديده في القياس. فمثلا عندي عايز اقيس طول كراسه بقول بالسنتي، طب الشارع بالمتر، طب شارع كبير شويه بقيس بالكيلومتر، المسافه بينهم الشمس، فلازم اخترع وحده جديده زي السنه الضوئيه. وكذلك في الوحدات الاصغر اللي هي المتر في السنتي في الملي في الميكرو في النانو في الفيمتو. اظن كده فهمتوا معنى القياس وابتكار طرق جديده في القياس تزود من دقتها. لقينا في الكيمياء والفيزياء في علاقه، فعملنا علم الكيمياء الفيزيائيه، وده بيختص بان انا بدرس تركيب الماده وخواصها وجسمات بتتكون منها. فبعطي الفيزيائيين فكره عن المواد اللي بيستخدموها فيسهل لهم العمل والقيام بدراستهم. نيجي بعد كده الادويه. ما معنى ادويه؟ الادويه هي مواد كيميائيه لها خواص علاجيه، يبقى الادويه ماده كيميائيه لها خواص علاجيه.
مين اللي بيصنع الادويه ديت؟ بيصنعها كيميائيين، حيث انهم يقومون بعمل هذه التحضيرات من الطبيعه، من المواد المستخلصه من مصادر طبيعيه زي النبات او الحيوان، وبعد كده يشوف تاثيرها على جسم الكائن الحي وتاثيره على الهرمونات والانزيمات في جسمه. اما كيمياء الزراعه فطبعا بختار انسب الطرق اللي مناسبه للزراعه، زي ممكن اعرف التربه دي ايه مكوناتها، احلل بقى فيها صوديوم بوتاسيوم كالسيوم، طب ايه المحصول اللي هزرعه؟ هل موجود في التربه دي من سماد كافي بالنسبه لها، ولا محتاجه امد بسماد خارجي الى اخره. كذلك انتاج المبيدات الحشريه والقضاء على الافات المختلفه، فكيميائيين هم الذين يقومون بانتاج هذا الشيء. اما كيمياء المستقبل وده عن طريق كيمياء النانو، وده هناخدها في الفصل الثاني بالتفصيل. قابلنا مفهوم بقى جديد اسمه القياس. والقياس هناخده في الفيزياء وناخده في الكيمياء برضه. فالقياس معناه ايه؟ مقارنة كمية مجهولة بكمية معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. طب يعني ايه معنى الكلام دوت؟ معناه ان انا الكيمياء او القياس بيعمل ايه؟ انا عندي مج مثلا من الزجاج وزنته على الميزان لقيته 10 جرام. ليه اللي علبة فيها نفس رسمة المج دوت، وعايز اعرف يا ترى الكاس دوت فيها كام كاس؟ بحطها في الميزان طلع وزن الكاس بتاعي وزن العلبة 60 جرام. طب الكاس الواحد 10 جرام والعلبة 60 جرام، يبقى اذا بالتالي عندنا يا ترى فيها كام كاس؟ هقسم 60 على 10 يطلع 6 كاسات، يبقى انا كده عرفت عدد مرات احتواء الاولى اللي هي العلبة المجهولة على العلبة او على الكاس اللي ايه المعلوم الكتلة بتاعته. طبعا القياس يجب ان يحتوي على حاجتين. واحد قيمه عدديه، يعني مثلا انا اروح اشتري الراجل بتاع اللحمه او الجزار اقول له انا عايز لحمه، هيقول لي عايز ايه يعني؟ اقول له لحمه ليها معنى بالنسبه له؟ طبعا مش هيفهم معناها، لكن لازم اقول له عايز كيلو لحمه 2 كيلو لحمه فيفهم المعنى بتاعها. فدي اسمها القيمه العدديه اللي من خلالها بصف البعد او الحاجه اللي انا بقيسها. تاني حاجه واحد القياس مناسبه، ما ينفعش اروح للجزار اقول له عايز 5 متر لحمه، او اروح لبتاع القماش اقول له عايز 5 كيلو قماش. فطبعا لازم يكون الوحده تتناسب مع الشيء اللي انا بقيسه، وهي عباره عن مقدار محدد من كميه فيزيائيه معينه، بستخدمها كمعيار لقياس فعل هذه الكميه. طيب القياس ده مهم في ايه؟ واحد القياس مهم في التعرف على نوع وتركيز العناصر. زي ايه يا مستر؟ انا بديك هنا مثال في الكتاب، بيقول لك عندي زجاجتين الف وب، الاولى فيها املاح صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، ودي النسب بتاعته. هلاحظ من الزجاجه الاولى نسبه الاملاح 25، الثانيه 120، البوتاسيوم 2.8، الثاني 8، 8 و7 مغنيسيوم 40. الاحظ ان الزجاجه الثانيه نسبه الاملاح فيها عاليه جدا، ومعنى املاح عاليه جدا يبقى انا بالتالي لو انا عندي مريض بالضغط المرتفع ما ينفعش اسقيه من الزجاجه الثانيه بس اسقيه من الزجاجه الاولى. يبقى معرفتي نوع العناصر وتركيزها مكنني من ان انا اتعامل مع الادوات بتاعتي. كذلك مثلا لو انا تناولت الزجاجه الاولى خدت مثلا منها 2 لتر، انا عندي الكالسيوم اللتر الواحد فيه 12 مللي جرام، يبقى لو انا خدت 2 لتر يبقى داخل جسمي 24 مللي جرام، وده برضه يفيدنا في المواد الحافظه بتدخل جسمنا، الماده الحافظه بتاعتي ديت هل باخد منها نسب كتير ولا لا، فتاثر على صحتي ولا لا. كذلك عندي القياس ضروري من اجل المراقبه والحمايه. انا بروح اشتري من عند الجزار لحمه، اعرف ان دي لحمه بقري ولا جاموسي ولا لحم حمير ولا اي شيء، ما اعرفش، انا مستهلك ما اعرفش. لكن في رجال التموين او الصحه بيروح يفتشوا على الناس ديت ويكتشف عن طريق نسب المكونات الموجوده في اللحمه ديت، يعرف كان هي بقري او اي نوع من انواع اللحوم، وبالتالي يشوف هذا الرجل غشاش او سليم، وبالتالي يحمي المجتمع من اخطار الغش التجاري. كذلك القياس ضروري من تقدير موقف ما واقتراح علاج لو في خلل. زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي رحت مريض لدكتور فقال له طيب اعمل لي تحليل املاح وتحليل سكر، لقيت السكر في جسمي 80 والاملاح 9.2، هل يا ترى انا مريض بالاملاح ولا بالسكر؟ ففي حاجه اسمها القيمه المرجعيه اللي هو المدى الطبيعي بتاعي اللي انا هعرف فيه انا مريض ولا لا. فلقيت انا 80 سكر الطبيعي من 70 ل 110، اذا الحمد لله انا سليم. الناحيه الثانيه املاح 9.2، لقيت الطبيعي بتاعها اقصى حاجه 8، يبقى انا عندي نسبه املاح عاليه، يبقى بالتالي انا قدرت دلوقتي موقف ما، عرفت ان الشخص ده مريض بالاملاح. طب اعالجه ازاي؟ اوصف له دواء الاملاح عن طريق بقى الغذاء، عن طريق بعض الادويه، وبالتالي لازم اقلل نسبه الاملاح اللي هو بيتناولها. الخلاصه ان القياس ضروري فيه اجل التعرف على النوع وتركيز العناصر، ضروري من اجل المراقبه والحمايه، ضروري من اجل تقدير موقف ما واقتراح علاج في حاله وجود خلل. ولهنا ننتهي حلقتنا، والقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله.